في سياق آخر، يواصل أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم في جامعة صنعاء الإضراب الشامل لليوم السادس على التوالي للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ 5 أشهر. وأكدت النقابة في بيان الاستمرار في الإضراب حتى تحقيق كافة مطالبهم وصرف رواتبهم المتأخرة. وأدان البيان ما تعرض له رئيس النقابة الدكتور محمد الظاهري وأعضاء الهيئة الإدارية من محاولة اعتداء وتهديد بالتصفية يوم الاثنين الماضي. وأبدت الهيئة الإدارية للنقابة خلال لقائها بقيادة الجامعة وعدد من عمداء الكليات، أبدت استعدادها الكامل للتعاطي الإيجابي مع أي مقترحات تساهم في حل الأزمة، حرصا على استمرار العملية التعليمية.